فالجزء الاولاني اللي كان موجود في الريسيرش بتاع دير كورتات ده ماركي عمل بحث على كل ضربات الجزاء اللي اتلعبت في كاس العالم ما بين 86 و2018، ولقى انه ثلاث حاجات: ان المشاعر ليها دور مهم واساسي، ان ضربات الجزاء من اكثر الحاجات اللي فيها مشاعر عموما فيما يخص الكوره في العموم لعبه عاطفيه جدا، لعبه فيها مشاعر كتيره جدا، فالتعامل مع المشاعر في الكوره امر مهم، وفي ضربات الجزاء بما انه اللحظه اللي كل البني ادمين بتتحول فيها اللعبه الجماعيه الى لعبه فرديه، فضربات الجزاء بتكون حاجه مشاعرها كتير قوي. الحاجه الثانيه انه لا، انا ضربات الجزاء مش لوتريه، مش لعبه حظ، للتدريب المستمر يدور كويس انه يحيد المشاعر وقت تنفيذ ضربات الجزاء. والحاجه الثالثه انه تعليم تقنيات تنظيم المشاعر اللي بيسموها ايموشن ريجيليشن بتحسن اداء الفريق في ضربات الجزاء، مش بس اللعيبه لكن حراس المرمى والمدربين وباقي الستاف المقصود بيه اللي هو الطبي والاداري كمان، لانه اللعيب مش بيبقى عنده بس مشاعره لكن بيبقى عنده مشاعره ومشاعر الستاف اللي حواليه اكتر. وفي ابحاث ثانيه كمان بقى غير البحث ده، لو ان فرصه انك تضيع ضربه جزاء على ارضك اعلى من ان فرصه ان انت تضيع ضربه جزاء بره ارضك، وده بالذات في الاوقات اللي فيها الجمهور قليل، او كان ده حتى زايد وقت كورونا وقت ما كانت الملاعب فاضيه، وده ليه تفسير برضه فيما هو ليه علاقه في بالمشاعر. له كمان انه المدربين اللي بيقولوا للعيبه شوطوا فين، دي فرص ضربه الجزاء انها تضيع اكتر مش اقل، او مش انه الامور يعني انها مش بتوصل لمنطقه كويسه. ولو انه الضغط العصبي على منفذ ضربه الجزاء بيأثر في فرصه ان ضربه الجزاء تضيع اكتر بكتير من الضغط الجسدي او التعب الجسدي. فده فيما يخص تهديد ضربه الجزاء في العادي. لكن عندنا جزء تاني مختلف، هو تأديب ضربة الجزاء بعد ما يكون عندك سابق تجربة إضاعة ضربة جزاء في وقت مهم، وده الجزء الزيادة شويتين. فكرة إنه أنا عندي ذكرى سابقة لي وقت من الأوقات أنا فشلت فيه في تنفيذ ضربة الجزاء، أو وقت من الأوقات أنا عشت فرقتي، وقت من الأوقات الأمور كانت فيه صعبة أو وهكذا، شبه الموقف اللي عندنا إن حد ضيع ضربة الجزاء. في أوقات في الدنيا كده إن المشاعر بتبقى أكبر من قدرة الجهاز العصبي على تنظيمها، بمعنى إن أنا دلوقتي عندي شعور أكبر من قدرة مخي على إنه يلمه، أنا مش عارف ألم الشعور ده، وده المبادئ اللي عندها بتتكون الصدمات النفسية. فبيصبح الموقف اللي حصل ده حاجة أشبه بالصدمات النفسية البسيطة. وفي الوقت ده الشخص اللي عنده صدمه نفسيه شبه حتى مثلا عمل حادثه في الشارع، بيبقى بيتجنب انه يمشي في نفس الشارع ده مره كمان، او لما يمشي في نفس الشارع ضربات قلبه تزيد، او انه يفتكر وهو ماشي في الشارع ده كل اللي حصل في المره اللي فاتت، سواء كانت مشاعر او افكار او احاسيس جسديه او الضغط النفسي اللي كان موجود في نفس الوقت ده. ففي الاوقات دي احنا مش بنبقى محتاجين بس معرفة تنظيم المشاعر ان احنا بنتعلمها للعيبه، لكن كمان بنبقى محتاجين للشخص ده تحديدا حاجه اشبه في العلاج النفسي البسيط فيما يخص التعامل مع علاج الصدمات وهكذا، انه الذكرى دي ما تتحولش الى ذكرى صادمه، ولكنها تتحول الى ذكرى حدث حصل قبل كده من غير المشاعر بتاعته، من غير الاحاسيس الجسديه، ومن غير الفلاش باكس، انه يفتكر الموقف اللي حصل قبل كده، يبقى بيركز بس يرى لو بيركز بس في هنا والان في الحته اللي كانت ليها عنده. وهنا في تقنيات كتير قوي شبه الاي ام دي ار اللي بيستخدمها مثلا برنس هاري، ده كان احد العلاجات اللي بيستخدمها لتجاوز وفاة والدته مثلا وهكذا، ده نوع من انواع علاج الصدمات بيصلح جدا للرياضيين، وده بيبقى جلستين ثلاثه والموضوع خلص وما بيبقاش فيه كلام كتير وهكذا. وده فيما يخص ان احنا عندنا تجربه سابقه في اضاعه ضربه الجزاء في وقت مهم. بس كلمة ثقة بالنفس هنا كلمة مش في مكانها. الموضوع ملوش علاقة بالثقة بالنفس قد ما ليه علاقة في التعامل مع المشاعر المفرطة، بمعنى انه هو مش شرط انه خايف، ممكن يكون احساس زيادة بالمسؤولية، ممكن يكون خوف مش من ضربة الجزاء، خوف من الاحساس بالذنب اللاحق، او خوف من الخزي المجتمعي اللاحق وهكذا. فممكن يكون عندنا مجموعة كبيرة من المشاعر، وممكن يكون عنده تجربه سابقه بسن صغير احنا مش واخدين بالنا منها او مش عارفينها او هو ما اتكلمش فيها. ممكن يكون عنده تجربه سابقه لضربه جزاء ضاعت وضيعت مجهود فرقته في سن 10 11 12 سنه، لان ده السن اللي تكوين الصدمات النفسيه فيه زي ما بنتكلم بيكون اكتر شويتين. التعامل معاه اولا ان احنا نبقى عارفين التاريخ الشخصي للعيب بالتفاصيل اللي حصلت، بالحاجات اللي حصلت، هل التاريخ فيه حدث ما احنا محتاجين ان احنا نبقى بنشتغل عليه بشكل اكتر او بنركز عليه بالناحيه. الحاجه الثانيه زي ما جيلبرت اشرت في البحث بتاعه انه احنا محتاجين التدريب، والتدريب المنتظم والمستمر وهكذا، بحيث انه يبقى احنا
بتتحول الفعل الذي يحتمل الكثير من المشاعر الى فعل شبه اوتوماتيكي شبه تلقائي وهكذا. ثم الحاجه الثالثه بقى من التقنيات العاديه بتاعت الايموشن ريجيليشن بتاعت تنظيم المشاعر شبه التمارين النفس والبروجريسيف ماسل ريلاكسيشن او التمارين الاسترخاء العضلي الممتد اللي هي احد التقنيات بروجريس ماسل ريلاكسيشن او البودي سكانز او ان احنا نتعلم جراوندنج تكنيكس ثانيه وهكذا. لكن الخطوه الاهم هنا في المثال انه اولا ناخد تاريخ تفصيلي، هل عندنا حدث سابق في مرحله الناشئين مثلا كان في حاجه شبيهه لكده ولا لا؟ ثم لو لا فاحنا محتاجين تدريب كتير على ضربات الجزاء بشكل منتظم بحيث انه الفعل اللي فيه مشاعر كتير يتحول الى فعل تلقائي عن موقف لعيب بعينه او عن سيتويشن بعينه. مش احنا محتاجين هنا ان احنا نفرق ما بين ان في موقف سيء حصل للعيب وما بين الصفات الشخصيه للعيب ده، بمعنى انه في لعيبه عادي ده لوحدها من غير ما يحتاج انه تدخل من حد. احنا بنتدخل لما الامور تعطل مش لما نبقى متوقعين ان الامور هتعطل، بمعنى انه الافضل للبني ادمين ان هم يستخدموا التقنيات الطبيعيه في حياتهم العاديه وفي شخصيتهم العاديه لتجاوز الصعوبات والمحن في الحياه العاديه، والحياه الرياضيه مش جزء من يعني والحياه الرياضيه جزء من الحياه المهنيه للاشخاص، فهي كانها جزء من حياتهم العاديه. فده الجزء الاولاني. الجزء الثاني، طب تعالوا نفترض ان الامور عطلت، فاحنا هنرجع نعمل زي ما كنا بنتكلم انه محتاجين ان احنا نبقى بناخد هيستوري مفصل، محتاجين ان احنا نبقى بنعمل التقنيات بتاعه تنظيم المشاعر بشكل او باخر. لو الموقف كبير جدا لدرجه الصدمه احنا محتاجين نبقى بنتعامل مع تقنيات علاج الصدمات وهكذا. اللي حصل في السيتويشن اللي انت بتحكيه هو حصل حدث في الكوره متكرر، سواء كان لعيب تحت ضغط او مش تحت ضغط، ان بقى عارفين الضغط اللي كان عليه قبل الماتش عامل ازاي، اليومين اللي قبلها 48 ساعه اللي قبلها الريكفري بتاعه بعد الماتش عامل ازاي، الامور وصلت لفين. بمعنى انه احنا عندنا حدث محتاجين ان احنا نبقى حذرين واخدين بالنا، لكن مش بالضروره انه هيؤدي الى مشكله للعيب. الموضوع انه باختصار ما بقاش رفاهيه، يعني ما بقاش الموضوع انه ينفع يبقى عندنا وينفع انه يبقى ما عندناش، لانه دور المعد النفسي والذهني مش بالضروره حل المشكلات، بل الدور الاساسي ان المشكلات ما تحصلش، ما تبانش للناس. فلو انت مش شايف مشكله فهو الامور ماشي حالها كويس. ومع الوقت ومع الضغط العالي جدا جدا اللي بيحصل للرياضيين، استخدام البعدين النفسيين سواء كانوا اطباء او اخصائيين نفسيين او اخصائيين تربويين ما بقاش رفاهيه انيمور.